اتفضل. لعيب في الشوكولاته، لعيب في الشوكولاته. ناقص يا استاذ صبري. شفت الفيلم ده قبل كده؟ دي بقية مشهد نبيل الحلفاوي لما كان بيوسع فتحة الديناميت في الطريق إلى إيلات. عدهم له شفطه شفطه. هانيا مش هنا يا خالتي. عبد الصبور انت فين يا عبد الصبور؟ عبد الصبور خليك جنبي احسن مراتك تعمل فيها حاجة في الضلمة. على فكرة انا مش خايف. كتير قوي. دي قلة شعرية حضرتك، دي قلة شعرية والله وماشية في البلد اليومين دول. أنا ده ضوء الناس مش عارفة أهمية ضوء الشموع. ده ضوء الشموع ده شوكولاتة يا فندم؟ لا أحسن. ده طبعا أكيد حضرتك عامل رجيم يا أستاذ صبري. إيه ده؟ الموبايل اللي بيني ده فين؟ هنا؟ آه هنا. بتاع مين؟ ده عنها توتي. فيه إيه؟ لا كله الا كده. لا اسمع يا عبد، انت انا مستحملك الصبح عشان انت ضيفي وبيتي، لكن وديني لو مع عيلتي. عيلت انا برضو اللي اعقل، وانتوا عيله كلكم مش مظبوطه.
ايه السفه اللي انتوا عايشين فيه ده؟ نجف، تلفزيونات، حاجات ساقعه، وحتتين جاتوه، حتتين جاتوه، وانا اللي بقعد طول السنه ما احطش معلقه سكر في بقي، وبعدين عاوزين ناخد عروسه اصرف عليها وعلى اللي شايلاها. شايلاها يا متخلف انت؟ احنا بنديك البنت ومعاها العيل ولا ايه؟ هو المحمول ما هو قليل من العيل. ايش عندك؟ خد اتصالات، رسايل، مزدات، هصرف عليها وعلى الموبايل؟ لا لا يا استاذ تويتي، يا استاذ صبري، هي بنتي بتصرف على موبايلها من مرتبها. يا سلام، ومين قالك ان انا مش محتاج مرتبها؟ يا سلام.